تفضل. وصلوا؟ أنا ما بلغت أحد عن الاجتماع. عفوا ليش؟ يستحسن نأجلها لبكرة، يكون وضعك صار أفضل. أنا ما راح أصير أحسن إلا لما أصيد هذاك النصاب وأرجع زوجتي. أبي أعرف وشو للاجتماع؟ أتوقع إني سبق وقلت لك إن لا تخافين. وأنا سبق وقلت لك إني ما أخاف، لكن يوم تطلب تجتمع مع عيال عمك فلازم أعرف السبب. عاد والله قلتيها، عيال عمي وكيفي. عيال عمك بالاسم، وأظنك شفت بنفسك ذاك اليوم، ما جو إلا في اليوم اللي أنت جيت فيه وبطلب مني أنا، ومشوا بعد ما تأكدوا أنك أنت يوسف الحقيقي، ومن بعد ذاك اليوم ما حد فيهم جاء، مع أن الباب اللي بيننا وبينهم يفصل 10 أمتار. إيش تقصدين بكلامك؟ ما فهمت. شوف يا يوسف، أنا أدري أنك من يوم ما دخلت البيت وانت ضايع، ما تدري بمن تثق ومن تحب ومن تكره، وأنا حاولت أفهمك وسادك أن اللي تقدر تثق فيهم هم أهل البيت هذا وبس، اللي هي أنا وخواتك، لكن عيال عمك لا. فخليني أحطك بالصورة، ترى في عداوة بيننا وبينهم، والعداوة هذه ما جت في يوم وليلة، العداوة هذه صار لها سنين،